السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حل مثال 9.37 من وحدة التاسعة الحركة الدائرية للصف 11 متقدم. لدينا السؤال: مقارنة بين كوكب المريخ الذي يبعد عن الشمس 228 مليون كيلومتر يدور خلال 687 يوم، والأرض التي تبعد 149.6 مليون كيلومتر تدور خلال 365.26 يوم اللي هو السنة. المطلوب: إذا تم تحديد موقع الأرض والمريخ على خط مستقيم هما والشمس بعد مرور دورة واحدة كاملة للسنة على كوكب الأرض، أي أكملت دورة كاملة حول الشمس، ما مقدار الزاوية بين الأرض والشمس وخط الأرض والمريخ؟ كما ترى في الرسم، نفترض أنهما بدأوا في البداية من على نفس الخط. طبعا السرعة الزاوية لهم مختلفة، فالأرض تدور بسرعة زاوية أكبر من المريخ. إذا قطعت الأرض دورة كاملة، المريخ خلال نفس الفترة الزمنية لن يقطع دورة كاملة، سوف يقطع جزء من الدورة. المطلوب حساب هذه الزاوية. لذا بعد 365 يوم الأرض تكون قطعت تقريبا دورة كاملة. المريخ كم يقطع؟ لحساب الزاوية التي يقطعها خلال 365 يوم نحسب سرعته الزاوية. الأوميجا تساوي دلتا ثيتا على دلتا تي. دلتا ثيتا اللي هي 2 باي للدورة الكاملة، دلتا تي اللي هو 687، تحولها إلى ثواني، تكون السرعة الزاوية للمريخ 1.06 ضرب 10 أس سالب 7 راديان لكل ثانية. الآن ما الزاوية التي تحركها المريخ خلال 365 يوم؟ من نفس القانون نحسب الثيتا ولكن خلال زمن 365 يوما. نعوض في القانون، نجد أن المريخ دار بمقدار زاوية 3.35 راديان. الآن المطلوب الزاوية المحصورة بين خط الأرض والشمس وخط المريخ والشمس. نطرح الزاويتين معا. الأرض دارت دورة كاملة 2 باي راديان، والمريخ دار 3.35 2.93 راديان. إذن تكون الزاوية المحصورة بينهما 2.93 راديان. ب: تعتبر هذه الحالة هي أقرب طريق ما بين المسافة، أقرب طريق للمريخ إلى الأرض. ما مقدار الوقت بالأيام بين الطريقين الأكثر قربا عندما تتحرك من الأرض إلى المريخ؟ المطلوب هنا الزمن. يمكن أن نضع هذه العلاقة: أن زاوية دوران الأرض تساوي زاوية دوران المريخ زائد كم؟ زائد 2 باي. الثيتا هي أوميجا في تي، والثيتا المريخ أيضا أوميجا في تي زائد 2 باي. الآن المطلوب حساب تي الزمن. بترتيب العلاقة نحصل على الزمن 2 باي على أوميجا إيرث ناقص أوميجا نار. إذن الأوميجا للأرض طبعا حسبناها في مسائل سابقة، هي نفس طريقة الحساب، ولكن بدل 687 نعوض 365.25، نحسبها تكون معنا 2 ضرب 10 سالب 7. نعوض في القانون، نحصل على الوقت بالثواني، نحوله إلى أيام بالقسمة على 3600 تقسيم أيضا 24 للتحويل إلى يوم، نحصل على 774 يوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.